ليلي يا ليلي يا ليلي يا ليلي يا ليلي يا ليل يا 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 ليل يا 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 ليل يا ليل يا ليل يا ليل يا ليل يا ليل يا 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 ليل الليلة ساعة صفا والحصيك معانا الليلة ساعة حظ والجمع يجمعنا بتصلي على المصطفى يا اللي انت سامعنا الليلة ساعة صفا والحظ يجمعنا بتصلي على المصطفى يا اللي انت سامعنا يا قايل يا قايل الاه قول الاه تلاته اربعه وسمعني وكل اه ليها معنى في اه نقول غدا غفو اه بتوجعنا ده الفايده مش في الكلام ده للكلام معنى هقول لك حكاية عجب بس افهم المعنى أهم حاجة نفهم المعنى بس محدش فهمت غلط أحب مشي الغوازي أنا وأكرم الفقرا وأحب أعيش في الظلام وأنا أعيش في القمرة وأحب أسكر كتير أنا وأشرب الخمرة واللي يفسر لي دول اللي يفسر لي دول أختم له بالعشرة أحب مشي الغوازي والغوازي جمع غزا والغزا هم المجاهدين في سبيل الله أنا وأكره الفقراء الفقر مش عيب وربنا الفقر ما عيب لكن البلوى لو تكون في الدين قاضي الهوى قال لي قضيتك محكمة يلزم لها الشاهدين شاهد يكون عادل والتاني ينصر ولا بالعين انا قلت شهدائي ولاد بنت النبي حسن والتاني حسين من يوم ما مدحت النبي وانا لم تجد لعين يا رب تستر علينا جميع الدنيا والدين رفعت ايدي للسماء وانت يا رب معين ما تردهاش غائبه يا احكم الحاكمين تاخد بايدنا جميعا وتنصرنا على الظالمين يا مدعي الكبر هو الكبر على مين الكبر علة يا مدعي الكبر شوف الكبر وتعالى انظر وشوف القبور على ايه بتتعالى يا ما خلقي ظلمت كتير لما بقيت عالى انسحني يابا كمان وكمان وقول لي مين اديله امان النهاردة الدنيا ابا ما بتسألش في الغلبان يا رب تنصرنا جميع الدنيا ودين رفعت ايدي للسماء وانت يا رب معين
الحاكمين تخب ايدنا جميعا وتنصرنا على الظالمين. يا مدعي الكبر هو الكبر على مين؟ الكبر على يا مدعي الكبر شوف الكبر وتعالى انظر وشوف الامور على ايه بتتعالى. يا ما خلقي ظلمت كتير لما بقت عالى احن وعر يا زمن لما ابتليت بالكيف الساعه صبحت عدم الله يجاز الكيف قلبتي بايدي الهدم قالوا الحبايب ولما زادت همومي يا صاحبي الشلة كلها نسيتني يا بيت خسارة يا ريتني ما دقت طعم الكيف. طب وانا اللي كنت بصلي واصوم راضي دايما بالمقصود وانا اللي كنت بصلي واصوم وراضي دايما بالمقصود كان الشيطان لف عليا غرقني وانا معرفش اداري نفسي العمر وردت بالي وخمر اداري نفسي العمر وردت بالي وخمر انا اللي كنت بصلي واصوم وراضي دايما بالمقصود كنت بصلي واصوم وراضي دايما بالمقصود كان الشيطان لف عليا غرقني وعرقني اداري نفسي العمر وردت باب الخمر اداري نفسي العمر وردت باب الخمر وقبل ما اسال او افكر قالوا لي اشرب هنا احسن قالوا لي اشرب هنا احسن الغابه لفت والقوسه على النفوس المبسوطه الغابه لفت والقوسه على النفوس المهزوزه وقبل ما اسال بشرب ايه قالوا لي اشرب اعدل مزاجك هنا انسى المشاكل ولا الكيف له حكم وزلة وكل ليلة مع الشلة الكيف له حكم وزلة الكيف له حكم وزلة وكل ليلة مع الشلة الكيف له حكم وزلة وكل ليلة مع الشلة وقبل ما اسأل اشرب قبل ما انسى اشرب قالوا لي اعدل مزاجك هنا انسى المشاكل ولا اعدل مزاجك هنا انسى المشاكل ولا انصحني يا بكا مرقوق وحبي جاب رجاله وزور النبي زي الباشا هو قاعد هيسقف معانا زي الباشا هيسقف معانا هو قاعد زي الباشا وصانا ابويا امشي كويس وسط بلدي اكون ريس امشي بادب مع اصحابي هو دايب امانات امشي بادب مع اصحابي وهو ارتب نصيبك في الدنيا
ولا تمشي في وجزعنا انت خصيم ولا اي حاجه.